بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويحثهم على اغتنامه لمال هذا الشهر عند الله جل وعلا من المكانة، ولما فيه من مواسم الخير ليلا ونهارا. وأعظم ما في هذا الشهر من الأعمال هو الصيام، صيام أيامه، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فصيام هذا الشهر فرض على كل مسلم، لكن إذا كان مقيما صحيحا فإنه يصومه أداء من أوله إلى آخره. وأما إن كان مسافرا، سفرا تقصر فيه الصلاة، فإنه يفطر أيام سفره ليتقوى على السفر وتندفع عنه مشقة السفر، فلا يجتمع عليه مشقتان: مشقة السفر ومشقة الصيام. فخفف الله عنه ورخص له بالفطر على شرط أن يصوم ما أفطره من رمضان من أيام أخر بعد رمضان. فصومه فرض على المسلم إما أداء وإما قضاء. وكذلك المريض الذي يلحقه بالصيام مشقة، فإن الله رخص له أن يفطر وأن يقضي ما أفطره من أيام أخر، فجمع الله له بين التخفيف وبين أداء صيام رمضان من أيام أخر. وهذا من رحمة الله سبحانه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد الذين لا يستطيعون الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا ينتظر منهم أن يقضوا ما أفطروا، فهؤلاء ليس عليهم صيام لا أداء ولا قضاء، وإنما عليهم الإطعام فدية عن كل يوم مقدار نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أجل أن لا يفوتهم الأجر والثواب، فيقدمون ما يستطيعون في هذا الشهر، فالفدية تقوم بالنسبة لهم مقام الصيام. والحمد لله على فضله وإحسانه. ومما يستحب ويتأكد في هذا الشهر المبارك قيام لياليه بصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر الليل، وإحياء ليله أو معظم ليله أو ما تيسر من ليله، ولكن في أوله العشرين الأول تكفي صلاة التراويح، وأما في العشر الأواخر فيضيفون إليها صلاة التهجد زيادة في عملهم. فصلاة قيام رمضان هذا سنة مؤكدة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف فقد قام رمضان، إذا كان هذا من أول الشهر إلى آخره ملازما للقيام مع الإمام، فإن الله يكتب له قيام الليل كاملا. هذا فضل من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي في هذا الشهر، وهي ليلة عظيمة، لكن الله لم يبينها في أي ليلة، لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان لعله أن يظفر بهذه الليلة العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي غنيمة في عمل المسلم في هذا الشهر. كذلك مما يشرع ويتأكد في هذا الشهر العظيم الإكثار من تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا فيه التنبيه على الترغيب في تلاوة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، لأن الله أنزله فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وكان أصحابه ومن جاء بعدهم من السلف الصالح يتلون القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، لما يعلمونه فيه في اختصاص تلاوته في هذا الشهر من الخير العظيم. كانوا يقبلون على تلاوة القرآن ويتركون مجالس التدريس ويقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم ليحصل على خيراته. كذلك لا بد للمسلم إذا قام بهذه الأعمال الجليلة أن يحفظها من الضياع ومن المبطلات والمفسدات، فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يسب ولا يشتم ولا يتكلم بكلام بذي، وكذلك فيصون لسانه عن الكلام المحرم، وكذلك يصون سمعه من استماع الأغاني والمعازف والمزامير والكلام القبيح، ويصون بصره من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، لأن هذه الأمور محرمة في كل وقت، ولكنها في شهر رمضان يزداد تحريمها، وهي تخدش صيامه وتخدش عمله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.